بماكينات صغيرة وبدائية ومساحة لا تتعدى 500 متر. هكذا ابتدأت شركة الأسقف لصناعة المعادن أول خطواتها في مشوارها الإنتاجي، وبفضل الإنتاجية ذات الجودة العالية وثقة العملاء فيما تقدمه الشركة من الصناعات المعدنية، توسعت الشركة لتصل اليوم مساحتها 35 ألف متر مربع، إضافة إلى استخدام أفضل الماكينات العالمية المتطورة ذات الكفاءة العالية. يقول مدير عام ومؤسس شركة الأسقف السيد سمير ميلان أن الشركة نفذت عددا من المشاريع الحيوية داخل مطار دبي وأبوظبي وعدد من المستشفيات والصالات الرياضية، وتوسع نفوذ أعمالها لتصل عمان والسعودية بدول مجلس التعاون، حيث تمتاز المواد المدخلة في عملية صناعة المعادن بالقوة والعزل ومقاومة الحرائق والجودة العالية وفق المواصفات والمقاييس العالمية.